ما شاء الله لغاية ما دلوقتي مستشار قانوني بالمملكة العربية السعودية؟ والله يا أخي الموضوع ده طويل وبيجر بوري الأعمار عندنا تميز بوري الأعمار والموضوع ده طبعا الناس ما بتحبه أساسا موضوع الأعمار دي. اختصروا لنا في دقيقة طيب. لكن يعني هذا طبعا محمد علي حسن الدشين خريج أم درمان الإسلامية 95-96 ومحامي تحت التمرين العام 97-98 بداية 98 أنا مرخص أحمل رقم رول 10634 تمام يعني واضح. ده مصنفين من كبار المحامين ما شاء الله واضح ومستشار قانوني في المملكة العربية السعودية من زمان زي ما قال الليمبي قال أنا بقالي سنين أنا عايش ما عارف عمري بالضبط كم لكن بقالي سنين أنا عايش أيوه. أول ما اشتغلت في مكتب فهد عبد الله صالح في تقاطع العليا من شارع التحرية في اعتقد فبراير 2001 ما شاء الله.